المنسق العام للمنتخب الوطني المصري وليد مهدي. وليد مهدي وليد والمنتخب ايد واحده. اقول لك ايه تاني يعني؟ اغنيها لك بص وليد لا تشرب هذا الدواء. الاهم مني الاهم مني محمد ان اول لاعب خط الوسط نني هاته مني انت برضه محله طبعا. انت رايح فين؟ حوش يا نني. نني مبروك يا نني. مبروك يا نني. مبروك يا كابتن شريف. خلي بالك فلوس المنتخب الاول اكتر بكتير والله. لا ما انت انت لسه ما قلتهاش. لسه كاس عالم بقى وبتاع. لا لسه ما جرب. هو بنى البيت من منتخب الاولمبي منتخب الشباب لسه الدور الثاني. لا مش انت يلا سقفت البيت وخلصت كله؟ ايوه خلاص كده. في اللي فاضل بقى منتخب ان شاء الله المنتخب الاول بقى نشوف نعمل فيلا بقى ولا حاجه. ده الفرق صحيح. مبروك يا نني. الحقيقه اداء جيد وكان التزام تكتيكي واضح جدا. وتصور اللعب مع المنتخب الاول في تصفيات كاس العالم والفوز خارج ملعبك بيبقى له طعم تاني يا نني. طبعا هتبقى حاسسها النهارده بعد الفوز. والله الحمد لله ربنا جابنا فوز كبير بره ارضنا. حسينا بالمكسب فعلا بره ارضنا. بتبقى في 6 بونت مش 3 بونت يا كابتن حضرتك عارف. صحيح طبعا. وان شاء الله لما نرجع ان شاء الله بقى عندنا ماتش اهم اللي هو افريقيا الوسطى ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله نفكر فيه دلوقتي. خلاص احنا فرحنا الحمد لله بعد الماتش خلاص نهينا الصفحه دي خلاص ان شاء الله. وان شاء الله نفكر في يوم الجمعه ان شاء الله. طيب بسالك انت بالتحديد هل كانت في تكليفات معينه من مستر برادلي بعد ما تقدمنا 2-1 يا نني؟ هو بس كان يعني اهم اللعيبه كان لعيبه كانوا حاضرين جدا اللي احنا مثلا يعني نتعادل او حاجه عشان خاطر يعني كنا زي ما قلت لحضرتك الماتش بره 6 بونت مش يعني كنا برضه حاسين شويه ان احنا نطلع بالمكسب. بس الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله. طيب بس هو ايه اللي حصل يعني في فتره حاسين ان هم بعد الهدف في تراخي وهم ركبوا علينا شويه. نعم استاذ سيف بيسالك يعني بعد الهدف الثاني واحنا متقدمين وهم 10 يعني دخلناهم المباراه بل ان هم كانوا ساعات افضل مننا. ايه اللي حصل يا نني؟ فكابتن والله احنا حسينا بس اللي احنا ركبنا الماتش خلاص وحسينا اللي احنا يعني ركبنا بالمكسب كمان ومسكنا الكوره شويه وضيعنا كوره كتير قوي. بس يعني ما نعرفش والله يا شباب الحمد لله ربنا كرمنا. واهم حاجه بس احنا خدنا 3 بونت اهم حاجه برضه ربنا. يعني اتمنى ان احنا نستفيد من الاخطاء بعد كده عشان يعني مش كل مره بنبقى قاعدين ماسكين قلبنا بايدينا. وربنا كرمنا محمد صلاح جاب الجون الثالث. ما عملكش حاجه بعد الجون الثالث محمد صلاح؟ والله العظيم قايل له اصلا يا كابتن شيرو قلت له انت ربنا يكرمك يا كابتن اللي كسبنا النهارده ان شاء الله. وانا عملت له واحده كده قلت له منك للاعطالي وبتاع. يعني انت عارف بقى صلاح منظر مع بعض يعني. هتلاقيه لما هينزل مصر هيدي لك عزومه يعني. لازم بقى يا كابتن شيرو. لا وصلاح جدع معاك يعني صلاح 100 معاك. طبعا يا كابتن والله شخصيه محترمه جدا طبعا. جميله الروح بتاعتكم كمان يا نني بصراحه حاجه جميله تفرح كلكم مع بعضكم. بس انت شفتك كده اديت للشناوي واحده على وشه بعد المباراه. ايه اللي حصل؟ عشان كنت قايل ان شاء الله هنكسب كتير الحمد لله كسبنا. مبروك يا نني. قول لي اخبار الاهلي ايه؟ في مفاوضات ولا راح اوروبا ولا هتعمل ايه؟ هو في والله يا كابتن والله. بس النادي يعني متمسك حضرتك عارف ازاي متمسك شويه وكده. بس اتمنى ان النادي يعني تتفاهم شويه معانا اللي احنا عاوزينها ان شاء الله ربنا يكرمنا كده. عايز الاهلي ولا عايز اوروبا؟ هو يعني اول حاجه ان شاء الله اوروبا يا كابتن. وبعد كده ان شاء الله لو رحت حاجه بره ان شاء الله يبقى يبقى في الاهلي ان شاء الله. ما كانش كده يبقى النادي الاهلي. في مفاوضات مع النادي الاهلي يعني؟ طبعا يا كابتن حضرتك عارف ان هو بعته في التراسمه وكده. بس الناس بيقولوا لنا يعني معطله شويه يعني حضرتك عارف بقى. هو مركز مع المنتخب وعندك منتخب اولمبي وعندك اولمبياد وعندك حاجات كتيره وتحديات. وان شاء الله ربنا يوفقك يا نني باذن الله عز وجل. ان شاء الله ربنا يحفظك. شكرا نني. اكلم وليد من فضلك.